الأربع تسعات دقائق على FM أحلى راديو هذه العبيرة تجيكم من توا حتى للخمسة متاع العشية. مساء الخيرات، مساء الأنوار للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا. سلموا برشا على الناس اللي تبع فينا على الباج فيسبوك راديو FM ولا على الشان FM TV على اليوتيوب مع اتصالات تونس كالعادة. ولا لا يقتنع عادة معنا حد يروح متغش، شعار بدينا بيه، شعار إن شاء الله باش نواصلوا بيه طيلة الموسم. إتوال 600 إتوال 1 دياس، إتوال 600 إتوال 1 دياس، كود ستانس تو بي، كود الربح، كود الفرحة، كود الألف دينار كاش كان تكون واحد من المدبرين اللي يشاركوا معنا لايف. كيف كيف 20 مليون يستناو فيكم يا نعم، 20 ألف دينار كان اسمك أنت يخرج في القرعة الكبرى. هذا مكون من هدي اتصالات تونس. حلقة الخميس حاضر محمد والغايب إبليس، 14 نوفمبر 2024، ويحضر معايا اليوم صديقي العزيز والممثل القدير حلفة تونس جمال. حفة تونس جمال سيسي. عسلامة جمال. عسلامة وليد، عسلامة منافستي العزيزة. أنا جايين منافستك العزيزة. سلموا على الناس التسبحين. شنو حوالك؟ لاباس صباح فهمتي، خديت خير شوية، خديت راحة باهية. هي خديت راحة ما بالصيف علي، فما نقول للناس ردوا بالكم، راه فما عدوى نتاع قريب هذه قاعدة تدور. لطف عليك سي جمال، قاعد تستعطف فيا. مش نستعطف فيك، هذه حاجة، هذه صحة الحمد لله لاباس، هاني بيه. أما كي يجيب الصح مصدق لازمك تشاورني ساعة قبل كل شيء. عجيب. أي لح تشاورني. تشاورني بيان سور. بديت معناها رجعت في فورم أنت بالكدا. ضارب الأنتيبيوتيك. فوالا. باش نجي نهاجميك. فوالا مرحبا بك. أيوا فوالا. كي يجيب سي صلاح مصدق لازمك تشاورني. الموضوع هذا مهم ياسر باش نحكيو فيه. خليني نسلم على الأخت ساعة باش معناها نساويها الجملة. والله. فيش نساو. لا مريم شاملي، عسلامة مريم. عسلامة وليد. شو حوالك؟ عسلامة جمال. عسلامة. لاباس. ريتو شاهدة على العصر. شاهدة على العصر. هاكا رجع من مرضى في هذا، يقول يا ربي العمال عليك وشدة فيك. رجع يا تاكي. قول أنت. تفضل. أي. والفيتامينات نتصور. سي المخرج فرح بيك زاد خويا صفيان، خمسة وخميس عليك والله. هاي تفضل. هي توك تجي بصح تشاورني. نشاورك. تشاورني تقول لي تنقول لك نبرمجوا وقتاش تجي. هذه النقطه الاولى. نشاورك شنو اخ؟ خلني اسمع. ما سمعتهاش هذه. هاي تشاورني نقول لك وقتاش تجيب سلاح باش نحب انا نكون موجود ونهزمه. هذيك هي الحكايه. ساهو مسكين رجع رداش مو فاهم لا كوع ومن بوع ولا فاهم بزر ومن الميكرو ولا من دبوسة الماء ولا من شكون كونتر ولا وقت السؤال ولا وقت يجاوب وقتاش ياكل مو فاهم حتى شيء. الحاجه الوحيده اللي قطعني كوريشنك فيها هي حكايه القناويه بالكريفيت اللي هي معناها باش نقعد نقطع في كوريش بحول الليل لمده موسم كامل. باهي ما يسالش، ما باش نعطيك معلومه يعني. اعطيني المعلومه. ممكن انت ما تعرفهاش. عام 88 مسرحيه من اخراج محمد ادريس. عام 88 قديم ياسر. 88 مسرحيه عملت افتتاح الحمامات وعملت 9 عروض في الحمامات كومبلي. اول مسرحيه تعمل 9 عروض في الافتتاح اسمها عايش شكسبير. عايش شكسبير ادابتاسيون معناها اقتباس لمسرحيه رومي جولييت. نمثل انا ولد عبد السلام. انا عام 88 ديجا تمثل انا ولده. هو شو اسمه؟ هو سي عبد السلام. انت تمثل ولد صالح صحيح. هي؟ وهو عنده حانوت كاسكروتاجي اسمه شكسبير روميو جولييت وحانوت كاسكروتاجي باه يعني سي حانوت كاسكروتاجي اسمه صلاح مصدق في مسرحيه عايش شكسبير عبد السلام الطن. اسمه عبد السلام الطن. وانا نجيب الطن. انت نجيب ولد عبد السلام الطن. تبارك الله تبارك. هو ادريس عنده باش يسمي المراه ماكرو. تبارك الله معناها ريشيرش الطن وما يعطيك الصحه. باهي معناها انت توا تحب شنو تحب تقول لنا؟ معناها عشره سلاح. لا عاد هذا مبين لك انه عشره باش نقعدوا مع بعضنا واش نحب نقابلوا ونهزموا. تهزموا. هو مسكين هو تهزم واحد واحد من دخل مهزوم هو البارح. اي سيدي شد اليوم خلي اخر شد رحالك وفلتنطلق ضد الاخت المصون اللي جاي متحزمه اليوم لا مريم الشاملي. قد روحك اليوم وبعد جلطم غدوه. سننتصر. ها؟ سانتصر. ستنتصر. يلا نمشيو للمحرس متقاعده لريم ذياب. عسلامه لريم. مرحبا. مرحبا ريم. شعوالك لريم؟ الحمد لله. قديش من مرة غنيوا لك يا ريم الفيالة؟ الحقيقة وديما ديما؟ مال ديما. أيوة ريت كيفاسي جمال. تعرف انت نعرف ما نعرفش. باه تفرح كي غنيوها لك؟
أكيد. سيد المخرج حاضر لنا ريم الفيالة بالله باش كل ما تنتصر نحطوا لها ريم الفيالة. هاي مبارك الله أسرع من السرعة. بارك الله عليك. سرعة الضوء. سو يا سو حبيبي سفيان. هاي يا سيدي. ريت كيفاه لريم؟ شيء كبير. شيء كبير أنا راهو ديريكت الرحمن لي. ربي معكم إن شاء الله ميرسي على كل حال. أيا لريم قدم معنا طلق تليفون نمشيو المهدية سقيفة الكحلة سلمونجي بدرة إن شاء الله لقب صحيح. سلمونجي شعوالك؟ مرحبا. سلمى سلمونجي. شعوالك يا سلمونجي؟ مرحبا بيك. صحة بخير. والله بخير عاد حالك انت لاباس؟ والله نحمدوه. من المهدية سي المونجي؟ اي من برا المهدية لاباس. اي اي منين بالضبط؟ من ولاد الشامخ. اي شرفنا يا سي المونجي بالشاب. ولاد الشامخ. ولاد الشامخ. ولاد الشامخ. اي 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 حاضر المباراة سي المونجي. مرحبا سي المونجي ولريم. باش نعطيكم سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة اجابات صحيحة في اقل توقيت عنده حرية الاختيار يكون ضمن فريق جمال ساسي وإلا ضمن فريق مريم شاملي. نبدأ بك أنت يا لريم ليديز فيرست والسؤال يقول لريم سيدي سميلي ثلاثة غلال نعملوا منهم معجون. سفرجل رمان أنظف. صحيح. سنتي سنتي يا لريم. هكا معجون السفرجل يا اخويا. معجون الدلاع يا اخويا. معجون شنو؟ دلاع. لا اله الا الله. دلاع. لا هكا ما يجيش حتى ريم حتى لريم تضحك. والله العظيم يا لريم بالله ما زالتش يدخل ويد اخرى ما قاليش. معجون الدلاع. بعد القناوية بالكروفيت. بعد القناوية بالكروفيت تقول أنت ما عاد نستغربوا شيء. ما عادش نستغربوا حتى شيء. يا مدام باش نعمل برنامج نتاع أكل أنا في رمضان. إي خاصة خلينا نقعدوا صايمين على طول. تبعوني. باش تقطع الشاهي يا جملة. معجون معجون دلاع. بلي نسك سؤال بالقشور ولا بلاش باش نكملوا جست نعرفوا الديتاي. كان بالقشور يطيبوه يولي ربا كيك. ربي صبرني وكهو مش سهل راهو اللي نعاني فيه لا ريم صدقني لو سهل. اي نعرف ان شاء الله ربي معنا الناس الكل. اي سيد المخرج قداش لا ريم في قدم ثانيه قداه؟ اربع ثواني اربع ثواني لا ريم. نمشي وسي المونجي. سي المونجي يا سي المونجي. انا عمرك شي سمعت معجون الدلاع؟ بالله تاكل هذا بالخبز ولا قالك باش يتاكل بالخبز ولا باش؟ لا لا هذا بالمغرفه الصباح. ضربه ضربه مغرفتين قبل القهوه باهيه عاد معناتها التنير يا رسول الله. اسمع كي تعمل معجون بالقلوب نتاعو. بالقشره بالقلوب ارمي دلاعه كامله طيب وانا فا. لا باش تعمل معجون اي عملوا بالدلاع بالشحمه بالشحمه والقلوب كي باش تعمل الرب بالقشره بكله حط ورحي يا رسول الله. يلا حبيبه انت ما ماكش تعاود تغيب عليه. يا سي المونجي مطالب انك تجاوب في اقل من اربع ثواني يا سي المونجي. السؤال يقول سي المونجي سمي لي ثلاثه قطايع نلقاهم في الكهرباء. الدمر. اي واو. اي ولا هاك هاو يز في البر. سي المونجي ما يحبش الكراب ما يحبش الكراب. سي المونجي عنده حق. لريم كانت اسرع منك يا سي المونجي. اي لريم شكون تختار جمال ساسي اللي انا ما ننصحكش حتى طرف والا مريم شاملي شكون تختار يا لريم؟ والله هي التوصيات من راجي قال لي اختار في جمال راه عجيب رجلها يا رجلها عجيب. غنى لك ريم الفياله طبعا غنى لي ريم الصحاري وغنى لي شو اسمه راجلك يا ريم؟ معز. سي معز هذايا يوصي فيها ويعاود جمال. انا حاسه مش باش يتعشى اليوم والله اعلم. لا لا انا هكا احساسي باش يتعاقب اليوم نلعبوا برا باش نتفرجوا برا. اي يا ريم انا هكا احساسي والله اعلم. دبر راسك ريم تختار جمال سي المونجي دونك مع مريم مباشره. نمشيو سؤال السرعه لريم وسي المونجي تقعدوا تسمعوا فقط
جمال مريم يديكم على البزار. شكون باش يكون اسرع؟ السؤال يقول: من صاحب بيت الشعر التالي: واذا اتتك مذمتي من ناقصا فهي الشهاده لي باني كامل. المتنبي. المتنبي شو اسمه؟ ابو الطيب. ابو الطيب المتنبي. نعطيك معلومه، فما قانون جديد متى نو اي برينو اسمه اللقب بتاعتيني، ما كانش ما نعتبرش الإجابة صحيحة. أبو الطيب ابن صالح ابن. هيا سيبو عطيتني على الرابعة. أبو الطيب المتنبي سيبو. هاي سي جمال معاك الريم. ريم. هوا هاي سيتي. تمشيشي تسمع كلام وتعمل معجون دلي على سي معز. لا لا بهيشي. خلينا رايذي. لا لا بهيشي. يفوق وزي واحد يجاب. ما وزيش من وزي. نجم بخيطة. مدخل وزي ذي. ذي تبلبيز. تبلبيز. هاي. جربت وانت؟ جربت شخرش مازال ما قلتلوش اسم جوز سؤال تعجن هو تعجن ما نجمت تعجنوا ما انت باش تخرج في كتير بالي الدلاع ما طابت لك جو اي نسمعك جو الدلاع والله نسمعك لا باش تخرج كتاب فهمتي فيه معناها فهمتي شنو الحاجات طريقة عجن الدلاع عجن الدلاع وطرق انا نجحت ولا ما نجحتش به هاي لريم معك سي جمال عندكم 30 ثانية سؤال على نقطة تتشاوروا تعطيوني الإجابة قبل ما يوفى التوقيت والسؤال يقول هانوي هي عاصمة أي بلد الاقتراحات كمبوديا فيتنام ولا ماليزيا جاوك عاد مريم للاريم مش عندي هانوي عاصمة كمبوديا ولا فيتنام ولا ماليزيا فيتنام زعما نعم فيتنام نعم نعم فيتنام قولوا فيتنام وجماعة الفيتكون فيتنام فيتنام طبعا جاوبني لريم نلعبوا مع الدلاع احنا ان شاء الله ما نفع الدلاع ما نفع الدلاع قبل الاكل لا بعد عجنه فما فرق يا ودي كي تكعجنتوا لوحهم بعد هانوي ولا هانوي هي عاصمة اي بلد كمبوديا فيتنام ولا ماليزيا اخترت الفيتنام جمال ريم تعرفها انت عرفت لها تعرف عاد الفيتنام وحرب الفيتنام بايش يا اخي اكلات الامريكان كلها وغادي معناها طبيخه في الفيتنام عملوا فيلموات باش يرجعوا هكا ارواحهم عملوا رامبو واحد خسروا هما الجيش الكامل والمارين سكلت كبوت غاديك عملوا فيلم واحد يمشي يغلب الفيتنام والفيتكونغ وحده رامبو فيتنام إجابة صحيحة برافو عنا نقطة الجمال وريم وسي معز خاطر سي معز معناها أنت مع بعضنا احنا أي أنت معناها تم اقتراحك من سي اقتراحي وتزكية تزكية من عند سي معز دونك لريم خذت نقطة مازلنا صفر من النقاط إلا مريم وسي المنجي الجواب ممتاز نتاعك سي جمال عجبتني كي قلت لي تعجنوا وتلوحوا هي احسن حاجه هي هاي الدلاع وعبد الحميد قايس عطاني روسيت تاع ليه حميداتو هي نتاع قناريه على الطريقه القريقيه هاي نحكي لك تو في ساعه لا 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 يزيك وحتى كنت جعان طارت شي قناريه على الطريقه القريقيه بالقريقيه باليوناني لا لا عبد الحميد احكيها لك هو عطاني روسيت هي مره متباريه معنا قالت له عملت كوسي بالكلوفيس شويه لكسر لنا استوديو تقول لي قال لك قناريه بالقريقيه ومجايه يزي يا جمال خلينا نكملوا الحلقه ساعه من زمان تو سليح قعد غادي رايد مسكين كلمه لي وانت مازال جديد هذاك تتفرج بالعرض يا سيدي سؤال السرعة جمال مريم السؤال يقول شنو هي المنطقة في تونس اللي تعرف مهرجان الرمان تستور سريعة سلمونجي يا سلمونجي عندك 30 ثانية يا سلمونجي سؤال على نقطة والسؤال يقول عام 2021 احتفلت قاعة سينما الكوليزي بعيد ميلادها عدد الاقتراحات 90 50 ولا 150 قاعة الكوليزي قديش عمرها 150 150 برشا 150 تصور 90
نمشيو في 90 نمشيو في 90 150 برشا ما نصورش. هاي سلمونش مريم 90. استبعدت 150 نهائيا. 90 نتصور اقرب حاجه هي. مش تبعها ولا مش تمشي برايك. هاي سلمونجي أنا مش تبعها ولا ايه؟ نقوله 90 سلمونجي كيفيه؟ هاي مش تقولها نتبعوه. هاي سلمونجي قالك ميسيرش نتبعوها هي استغنى على الإجابة متاعو اللي هي 150. حسب رأيك قديش جمال قاعة الكوليزي؟ قاعة الكوليزي عام 1931 كيك 30-31 معناها تنجم تكون في 90 معناها 90 عام 2021 احتفلت قاعة سينما الكوليزي بعيدها رقم 90 90 عام. جواب صحيح برافو نقطة سلمون. من عندك يا سلمونجي؟ يعطيها الصحة يعطيها الصحة. ايوه حنا نقطة لسلمونجي. السويلي بشوفس المباراة يفصل الروندة الأولى مريم جمال شكون باش يكون أسرع البزر والسويلي يقول له. شنو أول حيوان طلع للفضاء؟ قرد. لايكا 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 كلبة لايكا الكلبة السوفيتية لايكا الكلبة السوفيتية لايكا عام 57 1957 إجابة خاطئة مش طلعوا قرد الفضاء هناك زلهم يقعدوا هذا علاش طلع كلب زيدا الكلبة ينجموا يسيطروا عليها ليزي قرد وزيد طاير برش جمال معك الريم بتزكية من سي معز عندكم 30 ثانية سؤال يوصلكم للدور النهائي والسؤال يقول له. العملة الرسمية المستخدمة في الهند هي الاقتراحات الروبية الهندية ولا البيت الهندي ولا الريال الهندي ريم سيدي ريم الفلوس أيوة. الهند شو اسمهم الروبية ولا البيت ولا الريال عندك المعلومة؟ لا ما عنديش عندهم أنا عندي نعطيك المعلومة وخلنا نتعداو للدور النهائي هي لا. الروبية الهندية الروبية الهندية الروبية الهندية وكي باش تعمل الدلاع كلمني باش نعطيك الروسيت بالضبط إن شاء الله بحاول الله ما عادش باش تكلمك جملة لا لا نعطيها الروسيت سر على خاطر فما حاجة معناها سر فما أستيوس فما أستيوس فما فازة تعملها فهمتي فما معناها وصفة سرية ما نجمش تقولها هكاك في نهاية المطاف أنت طباخ طباخ ممتاز شيف كبير أي مش طباخ ماهر طباخ جمال أوه وضمار جمال مش زوز حاجات لازمني نغصبهم على روحي برش علي كيك تحط السكر راه تحط سكر محور سكر محور سكر محور في ال اي باش تعمل مع الدلاع باش معناها باش يعقد وكذا باش يعقد يا لريم سكر سكر ديريكت سكر ديريكت انت تعاون فيه اي تصفي مسكين سي معز تصفيه ثلاث مرات تصفيه ثلاث مرات قال لي وتصفي ثلاث مرات واش فيه باش يتصفى حاسين وانت تعمل دبوزه قدنا هكا فيها 100 غرام أي. تصرف عليها 30000 غاز ساعه واحده وخدهاش من دلاع دبوزه قديه من دلاع ثانيه دلاع هذاك علاش دبوزه بتاعي 100 غرام بس وتو حكيت 3000 دولار معجون الدلاع قد نبيع فيه البر انا ونسوي تبيع فيه البر اي ومازالوا كي جاوا جماعه الفيسك لاباس ان شاء الله يا رب ان شاء الله كيو بيك شوي لريم العمله الرسميه المستخدمه في الهند سي معز بحذاك لريم اي فرحا مسرورا ملاتو سي معز اي جدا جدا الروبيه الهنديه جواب صحيح برافو مبروك عليك الدور النهائي يا لريم عايشك فيك خلي تليفونك محلول نتلقاه بعد شوية سلمونجي محليك يا سلمونجي إن شاء الله فرصة أخرى وبتشارك معنا مرة واثنين وثلاثة يا سلمونجي اللي تربح وتفوز بالألف دينار وإن شاء الله نشوف اسمك في القرعة متاع 20 مليون يا سلمونجي نخلي لك كلمة الختام علاش كنت حاب تسلم سلمونجي أي نسلم عليك بكل والله عايشك مستحى في البرنامج يا ربي فضلك يا سلمونجي تحية ليك والأهالينا الكل في ولاية المهدية إتوال 600 إتوال 1 دياس كود يوصلك للعشرين مليون كاش ويوصلك زادة المعجون جمال ساسي تربيها صغيرة وطيب رجعين بعد
شوية إن دقيقة علي في محلى راديو، مازلنا موصين معاكم حتى للخمسة متاع العشاء. إتوال 600 إتوال واحد دياز، إتوال 600 إتوال واحد دياز، كود يوصلك للعشرين مليون كاش. جمال سيسي ينتصر في الروندة الأولى، نمشي للروندة الثانية مباشرة من ماتر لحسنة بالباشا. شمالك لحسنة؟ مرحبا. شنو لك يا حسنة؟ لاباس عايش لاباس. اللقب صحيح هكا بالباشا؟ بالباشا وي هذاك ها. بشاوات بشاوات يا سيدي بشاوات. ماني انا راجل جزيري وعايش في مصر. اصلك جزيرية؟ وي. اي والوالدة جزيرية زادة؟ الوالدين متوسطين هي جزيرية. الله يرحمهم الله يرحمهم. عاش من عاش في تونس من اللي صغيرة؟ اي مولودين في مصر. مولودين في ماتر، مرحبا بيك يا بلادك عاد شنو تونس شنو الجزائر. ها ولفنا هكا هاو. اي لا حسن حاضر المباراة ان شاء الله. اقعد معنا ما تعرفش تليفون. نمشيو الجندوبة لفتحية الورغي. عاصمة لفتحية، مرحبا. عاصمة فتحية وبيك عايش. شنو لك يا فتحية؟ الحمد لله عايش لاباس. صحة بخير الحمد لله. حاضر المباراة فتحية ان شاء الله. شبيك خايفة فتحية؟ خايفة أول مرة خاف. لا لا بأس. هاو جمال سيسي حاب يقول لك حاجة. قول اللعبة الديربي جندوبة وباجة. لا مش باجة ساعة ماتر 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 ماكل معجون دلاعي من الديربي يا أخي. ماتر ماتر بنزرت ماتر بنزرت ماتر بنزرت جندوبة ماتر بنزرت ما بيناتهم خاطر تقص باجة تقص تقص عليهم تمشي حتى للزوار. يا فتحية بالله ما تسمعوش برشا بالله. يا فتحية فتحية شبيك شبيك خايفة يا فتحية؟ ما نعرفش خاطر أول مرة وما نعرفش واش هي الأسئلة. الأسئلة سهلين ما مش صعب برشا. أنتوكا هم تبارك الله جماعة مجعولين لهنا مش يعاونوك. ها؟ مش عاملوا ضحكة هكا ولا هكا. سي جمال بطبيعته تبارك الله موسوعة ولا مريم كيف كيف هكا يعاونوكم. ها؟ يلا باش نعطيكم سؤال سؤال توا سهلين الأسئلة سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يا يكون ضمن فريق جمال سيسي ولا ضمن فريق مريم شاملي. نبدأ بك أنت يا حسنة. أي حاضرة حسنة؟ وي مرحبا. هيا أعطيني ثلاثة إجابات بأقصى سرعة يا حسنة. السؤال يقول حسنة سمي لي ثلاثة حاجات تتباع عند التوابلي. التوابل الفلفل الأكحل والملوخية. أنت تونسية تونسية ولي بالطبع. ثلاثة إجابات صحيحة برافو يا حسنة في ثلاثة ثواني هكا ولا ثلاثة ثواني. سيد المخرج هذه 1 2 3 في فالجيري جابتها بالضبط. هيا حسنة قد معانا نمشيو لفتحية. فتحية يا فتحية. نعم. أي توا نحبك تفيق لي خاطر حسنة ماهيش سهلة الحقيقة. ها يلزمك تجاوب في أقل من ثلاثة ثواني يا فتحية وثلاثة إجابات سريعة. حاضرة؟ إن شاء الله. يا فتحية سؤالي يقول فتحية سمي لي ثلاثة حاجات تطير عليك النوم. القلق والتعب والتخمام. القلق والتعب والتخمام. كان نحيت لك اللحن اللي عملته في وسطهم راك خلطت بالضبط في قدم ثاني. أربع ثواني قاعدة تلحن فيهم فتحية. ضيع الثانية ضيع الثانية فتحية. حسنة كانت أسرع منك يا فتحية. حسنة لك الاختيار جمال ولا مريم؟ جمال يا عجيب. مرحبا عايشك. ما يغركش الروندة الأولى يا حسن؟ اي نعم. ما تغركش الروندة الأولى يا حسن دبر راسك. جاوبني يا جمال رام طيب قناوية بالكروفيت وما جند الليع تفهم المدارك العقلية متاعه السيد دبر راسك يا حسن. من انذر فقد اعذر. مازال باش نعطيك الروسيت نتاع بشكوت وتنقول لكم عليه. بالله بالله بجاه ربي شاهي قطعت هيلي مازلت ما فطرتش بجاه ربي يريد. بعد من بعد من بعد. يا سيدي نمشي لسؤال السرعه. جمال مريم حسنه وفتحيه تقعدوا تسمعوا فقط شكون باش يكون اسرع جمال ولا مريم. السؤال يقول شكون الملحن المصري اللي جمعته قصة حب كبيرة بوردة؟ قصبجي. لا يا بابا. لا والله. بليغ حمدي.
وردة نقرا فيها أم كلثوم. هذيك أم كلثوم؟ لا يا بابا لا. أيه أيه. ملوش مات. مال غالبا 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 سبحان الله. حبيت نزل بنفش نطيح لك كلمتك انت في الماء يا اخي فهمتي تاثر عليها المراه وتقول لها لا وراه وتحكي لها على الكروفيتين. نتدارك نتدارك ميساج مش مشكل. انا المعجون نتاع الدليع هذاك انا ديجا متشمت فيك تو. اه يا مريم فتحيه. نعم. اه يا فتحيه معك مريم 30 ثانيه فتحيه. سؤال على نقطه سرعة البرق 30 ثانية تتشاور انت ومريم تعطيوني الإجابة قبل ما يفوت التوقيت. والسؤال يقول مريم فتحية المؤرخ الملقب بأبو التاريخ هو الاقتراحات ابن خلدون هيرودوت وإلا أحمد ابن أبي ذياف. المؤرخ الملقب بأبو التاريخ ركزوا في السؤال تتعرفوا الإجابة. ابن خلدون. عندك فكرة فتحية؟ ما عنديش فكرة. ما عنديش فكرة ما في بالي ابن خلدون. كان طبع روحك ما جابش فتحية. مريم ما عنديش الإجابة. المؤرخ الملقب بأبو التاريخ ابن خلدون هيرودوت وإلا أحمد بن أبي ذياف. أنا نقول هيرودوت. لا لا. انتهى التوقيت. يا فتحي شكون تختار؟ اي فتح عاود لي السؤال بربك. يا فتحي المؤرخ الملقب بأبو التاريخ ابن خلدون هيرودوت ولا أحمد بن أبي ذياف؟ الملقب بأبو التاريخ. قاعدة غادي به غادي ندخلوا لها. اي انتهى التوقيت فتحية. انتهى التوقيت. لا 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 انتهى التوقيت فتحية. من الجمش ناخذ الاجابة متاعك. انت اخترت ابن خلدون والاجابة خاطئة. هو هيرودوت 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 ماهوش ابن خلدون. ابو التاريخ معناها يعني حاجة قديمة قديمة ديما هكا ولا التاريخ ماك تعرف. وابن خلدون في علم الاجتماع وديما هكا التاريخ والمؤرخين ديما مربوطين بالحضارة اليونانية وال... يا مريم ولا قلت في الاخر هيرودوت هكا قلت هكا وفي الوقت انت يلا سؤال لولوي مرة اخرى. جمال مريم فتحية المرة الجاية جاوبني ديريكت يا فتحية. ما نجموش نستناوك أكثر من 30 ثانية. باهي أوكي باهي. أكل فوسكا اللي بحذاك نحيها هذيك. شكون بحذاك يا فتحية؟ ما بحذاك حد مش مات. شكون المصدر؟ تعاود له شكون في السؤال؟ شكون تعاود في السؤال يا فتحية؟ ها؟ يا باهي. يلا جميل معك مريم. سؤال السرعة مرة أخرى. السؤال يقول هو الحيوان الذي يطلق على صوته الصياح؟ الديك. الديك ديكي ديكي انت شبيه شكون تقولوا السردوك. السردوك مش هو الديك. اي هو بيدو السردوك هو الديك. اي خويا خلينا نكمل الساعه معاك بالله. هذاك هو حاط لك صوت السردوك. جمال معك حسنة. حسنة 30 ثانية. سؤال على نقطة يا حسنة. والسؤال يقول شكون العالم العربي مؤسس علم البصريات وأول من درس عدسة العين؟ اقتراحات الجزري ولا ابن الهيثم ولا أبو القاسم الزهراوي؟ حسنة. حسنة ابن الهيثم. ابن الهيثم يا ربي ابن الهيثم. ابن الهيثم خاطر هو اللي فات في حكاية العدسة معناها بتاع عدسة العين وهو عمل لي ظهر لي حاجة كيما اللوب هكا زادة وكذا. ابن الهيثم. مشي ابن الهيثم. ابن الهيثم. اي جوابك نهائي؟ نهائي. حسنة. نعم نسمع فيك. جوابك نهائي تبعت سي جمال حتى هي قال معاك معاك ديما معاك. اخترت الحسن بن الهيثم هكا ولا ايه؟ نعم. شكون العالم العربي مؤسس علم البصريات واول من درس عدسه العين؟ الجزري ولا ابن الهيثم والا ابو القاسم الزهراوي؟ اخترت
ابن الهيثم والإجابة يا حسنة صحيحة. برافو الحسن ابن الهيثم. مش تعرف العرب كيفاش كنا سباقين في كل شيء. مازلنا سباقين توا في اثنية باثنية بالعكس. لا لا عنا سباقين توا في المعجون تاع الدلاع. اي والله ذكرتني. عندك حق والله عندك حق. سمعت انت قبل لا جامد لا في هذايا حاجة ندخل بها الجينيس بوك. الجينيس بوك ولازم تؤرخ طبعا في يوم كذا من كذا جمال سيسي الجنوية بالكرافات. وانا نقول على نسبة الاستماع متاعي قاعدة تمشي تنقص كل ما تحضر انت معنا. بعد كي يرجع صليح ترجع خيلوا يعد مكمل خدمته مروح يتصلح كيلو على معجون دليع. بعد باش نحكي لك على البشكوت وجديد. تحبهم يسكروا الراديو جملة انت. وصلت المرحلة ذيك انت. تحب اقل مازل تخرب لي بيتي. لا 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 جرة صح عليك يا جمال. اعمل كيما تحب وتشتهي. مادا بانا نعيط لك تستاهل. مادا عملت بداية تستاهل. يلا سيدي انا نرجع لقدوة. مرحبا انا من جاي. انا نقطة الجمال. مازلنا صفر من النقاط المريم. سؤال الاولوية مرة اخرى. السؤال يقول اين يوجد مقر الانتربول؟ مش نعطيكم زوز اقتراحات. نيويورك امريكا ولا ليون فرنسا؟ امريكا. لا يا مريم لا من هنا. لا ما حبش نجيب. ليون فرنسا. ليون فرنسا مقر. ماشي في فورما اليوم مريم درشني الهدره يا جمال. لا والله تعبت جات لبست لنا في الاسود. اسود فاسود ومغشه وماشي. والله مش ما سمعناش ضحكتها الشريره الشهيره. دونك فما مشكله كلكم. لا اليوم تعبه شويه بالحق. لطف عليك. انا ناخذ في الانتيبيوتيك كيف وزيد. لطف عليك. عقاب جمعه زيد عقاب جمعه. اي سي جمال سيدي باش تروح بالروندة الثانيه زيد. ان شاء الله ثالثه زيد. اي حسنه. نعم 30 ثانيه حسنه تجاوبوا صحيح. مبروك عليكم الدور النهائي يا حسنه. السؤال يقول على اي مدينه يطلق اسم مدينه المئة باب؟ اقتراحات مدينه الاقصر مصر ولا مدينه فيرا اليونان ولا مدينه روما ايطاليا؟ حسنه. نعم ايش هي المدينه اللي يقولوا لها 100 باب؟ انت معلومه تعرفها انت؟ ما نعرفش انا معلومه والله اعلم. بالنسبه لك انت مثلا نتصور معناها مثلا على خاطر من روما قديمه وقت كانت في الامبراطوريه الرومانيه كانت معناها فهمت فما يجيوها من بلايص الكل. وانت لك سديد الراي والكلمه الاخرانيه عندك. يا حسن المعلومه مصر ان شاء الله. اختارت مصر انت قلت لها روما. روما. حسنة ما حبيتش تتبعك يا جمال. علاش ما حبيتش تتبعه يا حسنة؟ ما النهار يا ريت فتحت القروق قالوا 100 باب مصر والله اعلم. شافت في التلفزة مدينة المئة باب وجاوب ديريكت. هي الحقيقة ما استنيتش حتى ثانية. أما أنت حبيت تبدل لها رأيها يا أخي وحكيت لها على روما والجلادياتور و فهمت قلت لها على خاطر وقتها كانوا معناها الإمبراطورية ويجيو من برشا أماكن باش يدخلوا. هذا رأيي. يا حسنة. نعم الحمد لله يا حسنة رجع لك شاهد العقل في الأخر. ما اخترت وانت من الاول الحمد لله كيما تبعتوش. عن اي مدينه يطلق اسم مدينه المئة باب؟ مدينه الاقصر مصر، مدينه فيرا اليونان، ولا مدينه روما ايطاليا؟ اخترت مدينه الاقصر والاجابه صحيحه يا حسنة. مقوانا مقواها لا انا مقواها ليكيب مقواها. هي ماركات انا ماركيت احنا ربحي. مقواها مش مقوانا. نون الجمع ما تستعملهاش انت تو كنت باش تغلطها. والسؤال الاولاني شكون اللي جابه صحيح؟ يا ولدي كنت باش تغلطها في اللي به الفايده. يا عاون اخويا ربحنا دونك مقواها. حسنة مبروك عليك الدور النهائي يا حسنة. خلي تليفونك محلول. فتحية نعم ان شاء الله فرصة أخرى يا فتحية وبشارك معنا برشا مرات لين تربح يا فتحية. خلي لك كلمة الختام على شكون تحب تسلم فتحية.
نسلم كان على عائلتي كهو وصحابي اللي يعرفوني كهو. واحنا نسلم عليك برشا يا فتحة، ميرسي بوكو. اتوال 600 اتوال واحد دي اس كود يوصلك لل 20 مليون كاش. ترتاح صغيرة مع البيب رجعين بعد شوية. ال 54 دقيقة على اف ام احلى راديو مازال نواصل معكم. 15 اتوال 600 اتوال واحد دي اس كود يوصلك ل 20 مليون كاش، 1000 دينار يوميا. كان تكون واحد من المدبرين اللي يشاركوا معنا لايف من اهداء اتصالات تونس. نمشيو لماتر لحسنة ونمشيو الجمال هكا جمال. ريم لا ريم محرس من المحرس عفوا من المحرس. لا ريم ولا حسنة زوز شاركتوا مع جمال، دونك اوتوماتيكمون باش نعاودوا القرعه من الاول وجديد. نبدا بك انت يا لريم. حاضره؟ حاضره ان شاء الله. اعطيني كالعاده ثلاثه اجابات اقصى سرعه يا ريم. السؤال يقول سمي لي ثلاث حاجات يخدموا بالكوموند. تلفزه، راديو، كليماتيزور. راديو بالكوموند. اي فما اي فما اي فما راديو بالكوموند. ثلاثه اجابات صحيحه، برافو. في أربعة ثواني لريم، أربعة ثواني نمشي والحسنة. يلا يا حسنة مطالبة انك تجاوب في أقل من أربعة ثواني. يا حسنة السؤال يقول حسنة سميلي ثلاثة حاجات تعملهم كي تطلع للكهرباء. نقعد الكرسي متكة ونشرب الماء في الكهرباء. ده ما كل تعمله ما تسوقش. لا تخدم الكهرباء، لا تتفقد البواطة فيتيس، حد شيء. لا تقدر روتروفيزور، لا فراما، لا سانتور، لا حد شيء. تتكى وترقد من حسنة. حسنة حسنة ريم كانت أسرع منك، أنت خمسة ثواني وريم أربعة ثواني. ريم لك الاختيار، تواصل مع جمال ولا تبديل السروش فيه راحة يا ريم؟ لا لا بهيتي توا هكا. تعليمات سي سي معز. سي معز سي معز سي معز خويا الرحمن لي قال تكمل مع جمال. تكمل مع جمال. ريم مع جمال، لا حسنا مع مريم. نمشي مباشرة لسؤال السرعة، يديكم على البزار. جمال مريم السؤال يقول شنو اللقاح اللي اخترعه لويس باستور؟ ضد داء الكلب. معافي أنا وعافيكم الله. لقاح داء الكلب صحيح. وعافيكم الله. لوي باستور لقاح داء الكلب. جيب لك الأولوية يا جمال. جمال مع كريم 30 ثانية يا ريم. السؤال يقول له ريم، من هو صاحب أول قصة قصيرة في الأدب العربي؟ اقتراحات: نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، ولا محمد تيمور؟ محمد تيمور. جاوبني يا ريم ان شاء الله. هي محمد تيمور هو اخ الروائي محمود تيمور. طلعوش خلطوا بيناتهم. ها اسم اول قصه قصيره في القطار. ضبط مترين وبعد وريت كيفاه. علاش كل شيء تميعوا ما فهمتش؟ تميعوا خويا قاعدين تاعنا برنامج فيه فهمتي شويه ثقافه وفيه شويه اما ما فيهش ميوع اخويا. لا مش ميوع. هاي مال علاش تحب لا علاش سميتو ميوع في القطار ويقعد طول عمره في القطار وجي نهار ويهبط. ما فيهش ميوع، فيه تخلويد نسيت. معجون دلاع. ما عندك حق ما فيهش. لا لا ما فيهش. لا لا نسيت. احنا عملنا فازة جديدة في الاعلام اللي هي نحينا الميوع ولكن جبت لي انت تبارك الله تخلويد. مش نقعد نقاسي فيها. يعطينا الرعب عملته له. من هو صاحب اول قصة قصيرة في الادب العربي؟ نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، محمد تيمور. اخترت محمد تيمور. جواب صحيح، برافو. والقصة اسمها في القطار. في القطار اللي باش تمشي انت فيه توا ان شاء الله. ان شاء الله تعمل في القطار. انا نقطة الجمال وريم. مازلنا صفر من النقاط الحسنة ومريم. سؤال الأولوية مرة أخرى. جمال مريم السؤال يقول علاش تسميت مدينة اسطنبول بمدينة القارتين؟ على خاطرها جاية انتخ اسيا واوروبا في وسط. جواب صحيح، بين أوروبا وآسيا. إجابة صحيحة. يلا يا حسنة. حسنة عندك 30 ثانية. حسنة سؤال على نقطة، ركز تتشاور أنت ومريم تعطيوني الإجابة قبل ما يفوت التوقيت. والسؤال يقول له
شكون الصحابي اللي جمع القرآن الكريم في كتاب واحد؟ الاقتراحات: سيدنا سعد بن أبي الوقاص، ولا سيدنا زيد بن ثابت، ولا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم وأرضاه. عندك فكرة حسنة؟ عندي فكرة. من زي عثمان بن عفان رضي الله عنه اللي تقوله ما بيكون عارف. آه يا حسن. نعم. جمش نعود. جوابك شنو؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. جواب نهائي يا حسنة. نورمال نورمال. الله أعلم. بين سيدنا سعد، سيدنا زيد، ولا سيدنا عثمان؟ اخترت سيدنا عثمان. جواب نهائي. نهائي نهائي يا حسنة. نهائي 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 يا حسنة. نهائي. خويا راهو تزيري، أنا نعرفكم راهو. نعرف. ما يبدلوش راهو. شيء. قد ما تعمل. دبر راسك يا حسنة، عطيتك فرصة باش تبدل رايك، ما حبيتش تبدل رايك للأسف. الإجابة خاطئة، ماهوش سيدنا عثمان، هو سيدنا زيد بن ثابت، وسيدنا أبو بكر الصديق هو اللي أعطاه معناها أمره باش يجمع القرآن في كتاب واحد. يا حسنة ضيعت نقطة يا حسنة. مازالت المباراة متواصلة. جمال كان تاخذ الأولوية، تجاوبوا صحيح توا، مبروك عليكم الألف دينار. مريم مطالبين أنكم تداركوا وتعدلوا النتيجة بعد ما ضيعتوا الفرصة هذه. يلا يديكم على البزار. السؤال يقول له: أكثر حيوان يتحمل العطش هو؟ جمل. لا لا. الزرافة. أبو ماهوش الجمل، الزرافة. هذه مخلدات مخلدات الطفولة الغالطة. مخاطر المراجع، حتى المراجع باش يقعد معناها في شو الموجود في البيئة نتاعك. اي قرينا على الجمل الأكثر، ما قريناش على الزرافة. الزرافة عرضية معناها، فهمت باش تقرا. صحيح صحيح. يلا ميسيل سفينة الصحراء. سفينة الصحراء. يلا جمال عندك 30 ثانية تجاوب صحيح، مبروك عليك 1000 دينار أنت وريم. السؤال يقول له: شنو لون سيارة الأجرة التاكسي في لندن؟ الاقتراحات: الأصفر، الأبيض، ولا الأسود؟ التاكسي شنو لونه في لندن؟ ريم في بالي أبيض. أنت أبيض، أنا في بالي كحلة. أنت أبيض. أسود. غير أسود، أنا في بالي الأسود. لو تبدأ كيم كعبرة كيم كبيرة كيم ظاهرة معناها والروافق في الموال. أنا مش الأسود. يا ريم. هاي سيدي أسود. جاوبني إيه؟ إن شاء الله. ملا معزة ذي، ملا معزة ذي، ملا معزة. تكتك معزة. مش يتعشى الليلة. لون سيارة الأجرة في لندن هو الأسود. جواب صحيح، مبروك عليك دينار من هدية إتصال تونس. مبروك عليك كريم. يعيشك. مبروك عليك كريم 1000 دينار. حسنة مبروك عليك بونداشا قيمته 100 دينار من هدية إتصال تونس. مبروك عليك يا حسنة. نسلموا عليك برشا يا حسنة، ونسلموا على أخواتنا في الجزائر الشقيق، والمرة الجاية كنعطيك فرصة استغلها يا حسنة. سمعت؟ المرة الجاية كنعطيك فرصة استغلها، اتفقنا؟ إن شاء الله فرصة أخرى يا حسنة. يتوال 600 يتوال واحد دياس. هاي قدم، هاي فازي، هاي. نسلم عليكم وعلى اللي هزوا علي تليفون وأخواتي ونفس الوكا. وإحنا نسلموا عليك برشا، ميرسي بوكو حسنة. جمال سيسي مرسي بوكو، ماري مرسي بوكو، سوفيان بوهلال في الاخراج، مايسم في الاعداد، ويام وسوفيان فريقي اف ام تي في وسلاي زاد كيف كيف. السلام عليكم برشا، نتلقاو غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت. رخصنا من الناس كل، باي باي.